السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. رجعنا لمحاضره الاشتقاق او محاضره الاشتقاق. ان شاء الله في المحاضره هذه راح ناخذ مشتقه الجذر التربيعي، وراح ناخذ لو كان ما بداخل الجذر التربيعي مكاسب حدود او داله اكسبوننشال او ممكن يكون داله مثلثيه، راح ناخذ ان شاء الله بالتفصيل وان شاء الله تكونوا استفدتوا. طبعا اللي ما حضر محاضره مشتقه كثير الحدود والدوالي المثلثيه والدوالي الروسيه بروفكم ان شاء الله راح تكون موجوده بالتفصيل، وطبعا شرحنا فيهم بالتفصيل خاصه في محاضره كثير الحدود، وشرحنا كمان المحاضرات السابقه مشتقه باستخدام التعريف. كل الروابط راح احطها تحت. يجي لو كانت عندي الداله هي عباره عن جذر الاكس، دي على دي اكس، اخذنا دي على دي اكس هي رمز مين للاشتقاق، يعني ممكن تكون اف الاكس هي عباره عن جذر الاكس بالشكل هذا، ممكن يطلب مني اف داش الاكس، يقول لي فايند اف داش الاكس، او يقول لي فايند دي على دي اكس اللي هي مشتقه الداله اللي عندي بالنسبه لمين؟ لاكس. نيجي الجذر التربيعي، هذا المحاضره هذه خاصه بمشتقه الجذر التربيعي فقط، مش الجذر التكعيبي او الجذر الرابع او اي درجه عندي للجذر، هذه فقط خاصه بالجذر التربيعي اللي هو بيكون بالشكل هذا، واضح؟ مشتقه الجذر التربيعي للاكس بقول المشتقه هي واحد على اثنين الجذر كما هو مضروبه في مين؟ في مشتقه ما بداخل الجذر. إذا أول حاجة مشتقة الجذر التربيعي واحد على اثنين الجذر كله كما هو، بيجي هنا كل الجذر ما بقى شيء مني ولا شيء، إذا واحد مقسوم على من اثنين الجذر كما هو بيجي هنا مضروب فيه في مشتقة ما بداخل الجذر، شو مشتقة الإكس؟ واحد. إذا لما بدي أنا أجي أشتق جذر التربيعي بدي أجي أكتب واحد على طول على اثنين الجذر كما هو، شو الجذر؟ إكس تربيع في مشتقة مين؟ ما بداخل الجذر. هي أنا عندي السؤال هذا هو عبارة عن دي على دي إكس للجذر التربيعي لإكس تربيع، شو مشتقتها؟ على طول واحد على اثنين الجذر كما هو، الجذر كما هو بأخذه وأحطه مضروب في مين؟ في مشتقة ما بداخل الجذر، شو مشتقة اكس تربيع؟ 2 اكس. واضح؟ ال 2 اكس في هذا كله بيصير معي 2 اكس في البسط، لأنه 2 اكس مضروبة في الواحد، يعني 2 اكس على 2 جذر الاكس تربيع. بعد هيك عندي 2 مضروب مع 2 متوسطة، أيضاً عندي اكس على جذر تربيع لاكس تربيع. السؤال السابق عندي واحد ضرب واحد راح يعطيني واحد في البسط على اثنين جذر الاكس في المقام، وهذه هي نفس القيمة اللي أوجدناها لمشتقة الجذر التربيعي باستخدام التعريف. طيب، يجي لو كان عندي الدالة معطيني إياها هي عبارة عن جذر تربيعي لإكس تربيعي، شو مشتقتها على طول؟ مشتقة الجذر التربيعي واحد على اثنين الجذر كما هو، بحطه هنا، الجذر تربيعي لإكس تكعيب. في مشتقة مين؟ ما بداخل الجذر. شو مشتقة الإكس تكعيب؟ 3 إكس تربيع. وهذا كله راح يساوي عندي في البسط 3 إكس تربيع في الواحد، أعطتني نفسها 3 إكس تربيع على المقام 2 جذر تربيعي لإكس تكعيب. هذا المطلوب. واضح؟ نيجي لو كانت عندي الدالة هي عبارة عن جذر، هي الجذر التربيعي مفردة الجذر هو اي اس اكس زائد 4. أنا بعرف شو مشتقة الجذر على طول، مشتقة الجذر واحد على اثنين الجذر كما هو، صح؟ شو الجذر عندي كما هو بدي أخذه أحطه في المقام؟ بدي يصير عندي واحد على اثنين الجذر اي اس اكس زائد 4 في مين؟ في مشتقة ما بداخل الجذر. هاي بدي أكتبها. مشتقة الاكسبوننشال اخذناها في المحاضرات السابقة، مشتقة الاكسبوننشال هي نفسها اي اس اكس في مشتقة مين؟ الاس اللي هو واحد، هيها زائد مشتقة الاربعة صفر. خليني اكمل السؤال هنا، زائد مشتقة الاربعة صفر،
إذا صارت عندي مش حافة الدالة هذه، شو عندي بالبسط؟ إي أس إكس زائد صفر هو هيعطيني إي أس إكس. هاي واحد على اثنين الجذر كما هو مضروب في مين؟ إي أس إكس زائد أربعة مضروب في مين؟ في إي أس إكس. لأن إي أس إكس مضروبة في واحد هي نفسها زائد الصفر هي نفسها. ويساوي أضرب هذا في الواحد هيعطيني إي أس إكس في البسط. على المقام كما هو اي 2 في جذر اي اس اكس ناقص او زائد الاربعه. واضح؟ اذا دائما مشتقه الجذر، خليني اكتب هان انا مشتقه الجذر التربيعي. مشتقه الجذر التربيعي هي واحد، ايوه واحد على اثنين الجذر كما هو مضروب في مين؟ في مشتقة الأس، في عفوا في مشتقة ما داخل الجذر. خليني أشيلها هيك. طيب الجذر كما هو بكتبه مضروب في مين؟ في مشتقة ما بداخل الجذر. إذا واحد على اثنين الجذر كما هو بكتبه في مشتقة ما بداخل الجذر. هذه كلها هي عبارة عن مشتقة مين؟ الجذر التربيعي. واضح؟ خلينا ناخذ مسائل عليه. إن شاء الله تكون فكرة مشتقة الجذر وصلت على الأقل. لو كانت عندي f x هي عبارة عن جذر ما تحت الجذر x تربيع زائد واحد. على طول هو مثل مشتقة. شو مشتقة الجذر التربيعي؟ حكينا واحد على اثنين الجذر كما هو بقى. مضروب في مين؟ في مشتقة ما بداخل الجذر. شو مشتقة الإكس تربيع؟ 2x زائد شو مشتقة الواحد؟ 0. وهذا راح يعطيني أجي أضرب 2x في الواحد راح يعطيني 2x على المقام كما هو 2 جذر x تربيع زائد 1. واضح؟ كتبتها هلا كما في وسط. وتحب؟ طيب نيجي نجيب للسؤال يلي بعده. عندي اف الاكس هي جذر وما تحت الجذر اقتران فكعي. على طول مشتقتها هي واحد على اثنين الجذر، اثنين الجذر كما هو، اثنين مضروبة في الجذر كما هو، اكس تكعيب زائد أربعة اكس زائد عشرة. مضروبة في مين؟ في مشتقة ما بداخل الجذر. شو مشتقتها بكتبها هنا؟ ما بكتب ناحية ما بداخل الجذر هنا، لا بكتب مشتقة ما بداخل الجذر. شو مشتقة x تكعيب؟ 3 x تربيع زائد مشتقة 4 x 4 زائد مشتقة 10 0. بعد هيك بدنا نرتبها. المقام دائما كما هو 2 في جذر x تكعيب زائد 4 x زائد 10. عندي في البسط هذا المقدار مضروب في واحد راح يعطيني نفسه اللي هو 3 x تربيع زائد 4. واضح؟ نيجي لو كان عندي مشتقة هذا الخمس ما لو كانت عندي اف الاكس هي عبارة عن جذر تربيعي لاكس تربيع ناقص 4 اكس، طبعا هذا هو ما بداخل الجذر عشان احنا نحدده. اف الاكس اللي هي مشتقة اف الاكس راح يعطيني واحد دائما على لانها جذر تربيعي، واحد على اثنين الجذر كما هو اكس تربيع ناقص 4 اكس. في مشتقة مين؟ ما بداخل الجذر. شو مشتقة x تربيع؟ 2x ناقص شو مشتقة 4x؟ 4. واضح؟ وبنضرب هذا بالواحد راح يعطيني هيك في البسط حيصير عندي 2x ناقص 4. نيجي لو كانت عندي f x هي عبارة عن جذر تربيعي من داخل الجذر كان ساين عندي. نمشي خطوة خطوة، وين لما أصل لمشتقة الساين بأشتقها. إذا عندي مشتقة الاف الاكس هي واحد على اثنين الجذر كما هو يعني ساين الاكس. في مشتقة مين؟ ما بداخل الجذر التربيعي. نيجي نقول شو مشتقة الساين؟ هي كوزاين الزاوية في مشتقة الزاوية. مش احنا اخذناها مشتقة الزاوية مين؟ واحد. وبيساوي عندي هذا كله هيك بيصير يساوي واحد مضروب في الكوزاين. هذا المقدار دائما بنضربه في البسط. دائما هذا المقدار بنضربه مين؟ في البسط. واضح؟ المقام بيبقى كما هو.
راح يصير عندي كوزاين الاكس على مين؟ 2 جذر ساين الاكس. واضح؟ نيجي لو كان عندي ما تحت الجذر هو كوزاين الاكس زائد مين؟ اكس تربيع. فاجي بقول شو مشتقة الجذر؟ 1 على 2 الجذر كما هو. 2 الجذر يعني 2 مضروبة في الجذر، يعني ضعف الجذر. كوزاين كما هي زائد اكس تربيع. مضروبة في مين؟ في مشتقة ما بداخل الجذر. باجي أقول شو ما بداخل الجذر؟ هو عبارة عن كوزاين الإكس. شو مشتقة الكوزاين أخذناها؟ سالب ساين الإكس في مشتقة الزاوية 1. عندي زائد شو مشتقة الإكس تربيع؟ 2 إكس. وبيصير عندي بعد هيك المقام حكينا كما هو 2 جذر كوزاين الاكس زائد اكس تربيع. في البسط عندي هذا المقدار مضروب في 1 راح يعطيني مين؟ نفس المقدار، يعطيني سالب ساين الاكس زائد 2 اكس. طبعا هذا كل المقدار بيساوي هذا. واضح؟ طيب نيجي لو كانت عندي اف الاكس هي عباره عن جذر تربيع لاكس تكعيب زائد تان الاكس تربيع. طبعا هذا الاكس تربيع هي الزاويه لمين؟ للتان. نيجي نقول مشتقة اف الاكس هي ايش بدها تساوي؟ 1 على 2 جذر اللي هو اكس تكعيب زائد تان الاكس تربيع. في مشتقة مين؟ ما بداخل الجذر. شو عندي ما بداخل الجذر معطيني اياه؟ هو حاصل جمع اقترانين. 1 اكس تكعيب شو مشتقتها هذه؟ حكينا مشتقة الجذر 1 على 2 الجذر في مشتقة ما بداخل الجذر هنا. شو مشتقة الاكس تكعيب؟ 3 اكس تربيع زائد شو مشتقة التان؟ سك تربيع الزاوية كما هي في مشتقة الزاوية 2 اكس. واضح؟ يعني ما حضر محاضرة أو ما بيعرف كيف اشتقينا تان الاكس تربيع يرجع للمحاضرة السابقة اللي هي محاضرة الاشتقاق للدوال المثلثية، ورابط المحاضرة واضح. بعد هيك بضرب المقدار اللي عندي بالبسط، حيصير عندي المقام كما هو. خليني امسح هذا بس. عندي المقام 2 جذر اكس تكعيب زائد تان اكس تربيع. في البسط عندي 1 مضروب في المقدار هذا كله راح يعطيني نفس المقدار هذا اللي هو 3 اكس تربيع زائد. طبعا ال 2 اكس هذه ما ينفعش نطلعها من برا، لا ال 2 اكس مضروبه فقط في السك طيب لانه في جمعها، هيعطيني 2 اكس مضروبه في سك تربيع اللي هو الاكس تربيع اللي هي الزاويه. واضح؟ ان شاء الله تكون هيك وضحت. نيجي للسؤال رقم 7. عندي اف الاكس هي عباره عن ساين اكس تربيع زائد جذر الاكس. طبعا عند الجمع او الطرح باشطر كل حد لوحده. ساين الاكس تربيع شو مشتقة الساين اخذناها في المحاضرة السابقة؟ هي عبارة عن كوزاين اكس تربيع في مشتقة الزاوية اللي هي مين؟ 2 اكس زائد جذر تربيع. شو مشتقة الجذر التربيعي؟ 1 على 2 جذر كما هو في مشتقة ما بداخل الجذر 1 لأن مشتقة الاكس 1. إن شاء الله تكون هيك واضحة. نرجع ثاني، وصلنا لعند مشتقة السؤال رقم 7. هذا راح يعطيني أيضا 2 اكس مضروبة كلها في الكوزاين اكس تربيع، ممكن أنا أكتبها 2 اكس كوزاين اكس تربيع زائد 2 الجذر كما هو 1 في 1 راح يعطيني مين؟ 1. نيجي للسؤال رقم 8. معطيني اف بالاكس هي جذر وسيكن للاكس. طيب شو مشتقة اف الاكس؟ هي اف داش للاكس 1 على 2 الجذر كما هو كوسيكال الاكس في مشتقة مين؟ في مشتقة ما بداخل الجذر بدك تكتبها هنا. شو مشتقة الكوسيكال اخذناها؟ اخذناها سالب كوسيكال هي نفسها في مين؟ في كوت
الزاوية في مشتقة الزاوية تبعتها اللي هي واحد. بعد هيك بضرب البسط في واحد والمقام كما هو، راح يعطيني سالب وسيكا الاكس كوت الاكس على مين؟ على 2 جذر وسيكا الاكس. هيك بنكون خلصنا السؤال رقم 8. نيجي للسؤال اللي بعده. عندي السؤال اللي بعده معطيني الدالة هي عبارة عن جذر تربيعي، وما بداخل الجذر التربيعي هو عبارة عن مين؟ وسيكا الاكس زائد كوت الاكس تربيعي. اف داش لاكس، دائما اول ما اشوف الجذر شو مشتقة الجذر؟ واحد على 2 الجذر كما هو، يعني واحد على كوسيكا للاكس زائد كوساين، كوساين انا عندي الاكس تربيع. بعد هيك شو بدي اعمل؟ ادور في مشتقة ما بداخل الجذر. نيجي مش حكينا مشتقة الجذر واحد على 2 الجذر كما هو، في مشتقة ما بداخل الجذر ما بدي اشتقها واضفها عاد. شو مشتقة الكوسيكل؟ قبل شوي عملناها، هي سالب كوسيكل الاكس في كوت الاكس في مشتقة الزاوية واحد زائد شو مشتقة الكوزاين؟ سالب ساين الاكس تربيع في مشتقة الزاوية. ايش مشتقة 2 اكس؟ ايش مشتقة الاكس تربيع؟ هي 2 اكس. للي ما حضر محاضرة مشتقة الدوال المثلثية لازم يحضرها قبل المحاضرة، لأنه فيها بشرح التفصيل الكامل كيف أشتق الدوال الأسية، كيف أشتق الدوال الأسية، ولو كانت مثلا الزاوية عندي أكثر من اكس أو مركبة كيف أشتقها. فهذا هيك بصير عندي هيك السؤال الثاني، فصارت عندي مشتقة سالب الكوسيكا هي عبارة عن سالب الكوسيكا الاكس في كوت الاكس في مشتقة الزاوية تبعتها هي واحد زائد كما هي، مشتقة الكوزاين هي سالب ساين اكس تربيع في مشتقة الزاوية تبعت الساين تبعت الكوزاين اللي هي عبارة عن اكس تربيع مشتقتها هي عبارة عن 2 اكس. خلينا نشوف اخر سؤالين عنا. طبعا اخر سؤالين هما بدلاله الاكسبوننشال. لو كانت عندي الاكسبوننشال مرفوعه الوسط، هل بنرجع انه مشتقة الاكسبوننشال شو هي؟ مشتقة الداله الاسيه، دائما مشتقة الداله الاسيه هي الداله الاسيه كما هي نفسها مضروبه في مشتقة الاس. نيجي اذا عندي هذا هو الاس يعتبر. نيجي مشتقة هي اف داش للاكس بدها تساوي شو مشتقة الدالة الأسية؟ بكتبها هي نفسها كما هي، بغيرش فيها إشي، بضربها في مشتقة الأس. بآجي للأس شو بلاقي؟ الأس عبارة عن مين؟ بلاقي الأس عبارة عن جذر تربيعي. بروح بقول شو مشتقة الجذر التربيعي؟ هي عبارة عن واحد على 2 الجذر 5 إكس زائد 10. بس هيك لحالها؟ لا، مضروبة هذه كلها في مشتقة ما بداخل الجذر. كم مرة ضربنا في مشتقة؟ كل ما ألاقي دالة وأشتقها تبعاً للقوانين تبعتها، يعني لما يكون ما داخل الجذر ساين أو كوزين أو دالة أسية، لما أصل لمشتقة الدالة الأسية بأشتقها، واضح؟ إذا شو مشتقة الخمسة إكس؟ هي عبارة عن 5 زائد شو مشتقة العشرة؟ 0. وهذا هيك راح يعطيني هو عبارة عن 1 على 2 جذر 5 إكس زائد 10 مضروب في الإكسبوننشال لمين؟ لجذر 5 إكس زائد 10. هيك كامل ممكن أنا أبسطها إني أضرب هذا كمان في مين؟ في الواحد يلي عندي، يعني حتصير الدالة. خليني أنزل السؤال على تحت أخذ إكس مثل أمس 10 أبسطها. بعد ما بسطناها ممكن ابسطها كمان اضرب الاكسبوننشال في الواحد، يعني حيصير عندي اكسبوننشال جذر 5 اكس زائد 10 على 2 جذر 5 اكس زائد 10. هذه مين؟ مشتقة اف الاكس اللي بعطيني اياها. خلينا ناخذ اخر سؤال. لو كانت اف الاكس هي عبارة عن اكسبوننشال الجذر تربيعي لاكس تربيعي زائد اكس تربيعي، يعني وين الاس تبع الاكسبوننشال؟ هذا كله هيك عباره عن الاس. طيب
بحكي شو مشتقة الاكسبوننشال؟ هي نفسها اي اس جذر تربيع الى اكس تبعيد زائد اكس تربيع في مشتقة الاس، يعني مشتقة هذا هيك بده ينزل صح؟ طيب هذا الاس تبع الاكسبوننشال، يلي ما حضر محاضرة مشتقة الدالة الاسية ارجع للبلاغة موجودة تحت في البلاغة. نيجي اجي اشتق الاس، شو مشتقة الاس؟ بروح بطلع على الاس، شو بلاقي الاس؟ بلاقي الاس عبارة عن جذر تربيع لاكس تبعيد، شو مشتقة الجذر التربيعي؟ هي واحد على اثنين جذر كما هو في مشتقة ما بداخل الجذر، شو مشتقة اكس تبعيد؟ هي ثلاثة اكس تربيع زائد، انا هيك لسه ما خلصتش مشتقة الاس، لأن الاس لسه فيها اكس تربيع. شو مشتقة الاكس تربيع؟ هي 2 اكس. نيجي نبسطها حيصير عندي اي، طبعا هذا السؤال الصادق ما بيلزمني، حيصير عندي اي جذر تربيع الى اكس تربيع زائد اكس تربيع مضروبة في مين؟ عندي مين اللي مضروب الا في الوسط؟ هل ينفع اضرب الواحد في 3 اكس تربيع زائد اكس تربيع؟ لا، انا بضرب الواحد في الموجود هنا. هذه هي فقط عبارة عن مشتقة مين؟ الجذر، هذه هي مين؟ مشتقة فقط الجذر اللي هو موجود في الأس، والإكس تربيع هذا إيش مشتقة؟ والاثنين إكس هذا مشتقة الإكس تربيع، إذا هي مضروب 3 إكس تربيع على 2 إكس تبعيد تحت الجذر، هذه كلها زائد مين؟ 2 إكس، وهذا هيك كله مضروب في الإكسبونيشن، واضح؟ هيك بتكون أسئلة بسيطة عنا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا اليوم من المحاضرتين من اليوم اللي أخذناهم، اللي هي محاضرة اشتقاق الدوال المستفزية ومحاضرة مشتقة هي هذه المحاضرة اللي هي مشتقة الجذر التربيعي باستخدام القوانين. أخذنا الجذر التربيعي مشتقة باستخدام القانون لو كان ما تحت الجذر التربيعي كثير الحدود أو دالة مثلثية أو إكسبوننشال. إن شاء الله تستفيدوا من المحاضرة. راح أحط رابط القناة تحت للي ما بيعرف يصل لكل المحاضرات، لأنه كثير طلاب بيبعتوا بدهم المحاضرات السابقة. بإمكان أي طالب يضغط على رابط القناة أو يضغط على القناة نفسها لما هي تفتح أي فيديو، تحت الفيديو بيكون مكتوب اسم القناة، اسم القناة ولا نبيل أوريدي حطه أنا الرابط، ولكن بإمكانك بدون ما تفتح الرابط تضغط على طول على القناة، راح تروح على كل الفيديوهات اللي موجودة بالقناة، على كل الفيديوهات أو كل المحاضرات اللي شرحناها عن تفاضل وتكامل واحد لحد الآن الحمد لله. أشوفكم المحاضرة اللي بعدها. باي.